طب هل سيادة اللواء ممكن نقرأ مثل هذا الحديث أو هذا الكلام في إطار الدعاية أو الحرب النفسية؟ يعني سيناريو غير قابل للحدوث بشكل واقعي على الأرض يدخل أكثر في إطار الحرب النفسية؟ يدخل في، أنا مع حضرتك، يدخل في إطار الحرب النفسية. أنت عاوز تصدر رسالة للمقاومين إن إحنا ممكن نغرقكم، يعني هم الكلام ده وصلهم وعارفينه، وبعدين هم عارفين الشبكة عاملة إزاي ونهايات أو بداياتها عاملة إزاي. يعني لو حضرتك مكان القائد المقاوم، وانا حتى النفق بتاعي قريب من المكان اللي بيشتغلوا فيه، هاغلق النفق من الاتجاه الغربي اللي هو اتجاه البحر، هاغلقه تماما يعني، وهستخدم المخرج اللي في الناحيه الثانيه وهكذا يعني. فالموضوع ما هوش يعني، يعني اذا حقق نجاح سيكون نجاح محدود، لكن هو يعني زي حضرتك تفضلت، هو في جزء كبير جدا من الحرب النفسيه. هم بيفكروا باسلوب مصر استخدمته في مرحله ما ضد الارهاب، بس الموضوع كان مختلف. الموضوع كان ان مخارج الانفاق كانت كلها بتخترق الحدود المصريه وبتخرج من نهايات قريبه من بعضها، والانفاق دي ما كانتش شبكه انفاق. فمصر فتحت مياه البحر، عملت مش يعني زي ترعه او رياح او مجرى مائي كبير جدا ماشي بحذا الحدود المصريه لمسافه حوالي 15 كيلو. لو في اي انفاق كانت بتستخدم في تهريب سلاح او مخدرات او 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 ناس تدخل مصر من غير شكل رسمي، اغرقت هذه الانفاق، لانها كلها بتبدا من نقطه واحده. يعني خط الحدود، لما انا اغرق خط الحدود بتاعي، لو اي نفق بيخترق خط الحدود هتوصل له الميه. الوضع في غزه مختلف، الوضع صحيح. في غزه مختلف، ان دي شبكه عنكبوتيه في اماكن محدده، هم اللي عارفينها باعماق محدده. قد تكون فتره تبادل الاسرى الرهائن، الاماكن اللي تم فيها التسليم، لان تم التسليم في ثلاث اماكن، مره في رفح، ومره في خان يونس، ومره في غزه نفسها، مدينه غزه في حي الشجاعيه. صحيح. قد يكون المكان اللي تم فيه كده حي الشجاعيه بيدي مؤشر ان المكان ده قريب من نهايه انفاق، ولكن الكلام ده يعتبر غرب مدينه غزه الضخمه ذات المباني الضخمه المهوله. يعني غزه، مدينه غزه لوحدها بتشكل تقريبا قرب نص قطاع غزه من حيث السكان والمباني. لكن لا يمنع ان يكون هذا جزء من الحرب النفسيه، وان يكون هذا جزء من الاستهلاك للشعب الاسرائيلي، ان احنا ما زلنا نفكر في طرق مختلفه لمحاوله تحرير الرهائن، رغم ان اغراق الانفاق سيكون ضد تحرير الرهائن.